إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نواصل بإذن الله تعالى مع الموضوع الذي شرعنا فيه في الجمعة الماضية، ألا وهو من أسباب الخذلان. فالأمة الإسلامية اليوم أفرادا وجماعات تتساءل لماذا يخذلنا الله عز وجل ونحن عن الحق؟ لماذا تأخر نصر الله تعالى ونحن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقبل أن نواصل في ذكر أهم أسباب الخذلان، قبل أن نواصل في سرد أهم أسباب خذلان الله تعالى لهذه الأمة المسلمة، لا بد وأن نذكر ولا بد وأن نركز على قضية أساسية هي في حقيقة الأمر من قوانين الله عز وجل ومن سنن الله عز وجل في هذا الكون التي لا تتغير ولا تتبدل، ألا وهي أن الفرد والجماعة المسلمة إذا توكلت على الله عز وجل وحده وأخلصت لله عز وجل وحده فلا شك أن الله تعالى سينصرها، ومن المستحيل أن يخذلها الله عز وجل. حقيقة ربني أعلنها الأمة ولا الفرد المسلم إذا توكلت على الله عز وجل حق التوكل وأخلصت لله وحده، النص حتم من عند الله، مستحيل أن يخذل الله عز وجل جماعة وإلا فرد توكلت عليه حق التوكل، حتى وإن تفوق عليه العدو الماديا. المسلم إذا توكل على الله أخذ من الأسباب قدر الإمكان ينصره الله عز وجل، حتى ولو أن العدو يتفوق عليه في الأسباب ويتفوق عليه في الأمور المادية. هذا القرآن يعلمنا بالسنة النبوية والسيرة النبوية تعلمنا هذا. أما إذا اعتمدت الأمة أو اعتمد الفرد على غير الله عز وجل والتجأت الأمة إلى غير الله تعالى وكلها الله عز وجل إلى الجهة التي التجأت إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما رأينا في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. في هذه الحالة تصير القضية قضية مادية بحتة، قضية أسباب فقط. إذا الأمة الإسلامية والفرد المسلم ما توكلش على ربه وما جاش ربه، التجأ إلى أسباب أخرى وإلى أطراف أخرى كما نحن اليوم، تولي القضية قضية أسباب وتولي قضية قضية مادية، اللي يخدم على روحه أكثر واللي يوفر الأسباب أكثر واللي ينتصر. وهذا حالنا اليوم، نحن التجأنا إلى الشرق والغرب. ربي سبحانه وتعالى تركنا ولا تمسنا ماديا، هم مخفين بالأسباب العلمية والأسباب السياسية والعسكرية خير منا، إذا ينتصرون عليه. الأمر واضح والقضية واضحة. إذا في كلمة واحدة أمام حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة، في هذه الحالة ينصرنا الله عز وجل. الحالة الثانية تلجأ إلى غير الله عز وجل، تصير المسألة قضية مادية بحتة، أي أن الغلبة لمن كان له التفوق المادي. واضح هذا ديما المسلم يتذكر الأمر هذا حتى لا تختلط عليه الأمور. إذا بعجالة، في الأسبوع الماضي في الجمعة الماضية ذكرنا أسباب أربعة لخذلان الله تعالى للأمة وللفرد المسلم، وهي: أولا، تعلق القلوب بغير الله تعالى. ثانيا، عدم نصرة الله ورسوله وعدم نصرته لله عز وجل.
ثالثاً الركون إلى الظالمين وأنشكوا في نتائجه. رابعاً طاعة الكفار والمنافقين. واصل اليوم مع أسباب أربعة أخرى. لأن الأسباب كثيرة لأننا فينا 8 أسباب ذكرنا 4 في الأسبوع الماضي نذكر اليوم بإذن الله تعالى 4 أخرى. أولها الفرقة والاختلاف. لقد أمر الله عز وجل هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ووحدة الكلمة ورص الصفوف ونبذ التنازع والتفرق والاختلاف وترك الشقاق والتفرق والتحسن. نقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تعالى في سورة الروم آية عظيمة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله تعالى كذلك محذرا بالفرقة والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله أيها المسلمون، لقد وقع فينا ما حذرنا منه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. صرنا طوائف وشيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا؟ لأننا في كلمة واحدة لم نلتزم صراط الله المستقيم، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حين تركنا صراط الله المستقيم ولينا جماعات وولينا كل واحد شهد نفسيا، وحتى ولا معناها عنا أحزاب وجماعات لا تعترف بشرع الله عز وجل وتعتص برأيها وتمنها وتبارز معناها وتتكلم وتتشدد. بالطبع لنا كل حزب بما لديهم فرحون انتصر معناها على كل واحد شهد دفنية ونقاتل في بعض البعض، لأننا تركنا صراط الله المستقيم. تكالب علينا الأعداء من كل حرب وصوب، وعوض أن نجتمع على أعدائنا إذا بنا نكشف أمورنا لهم ونظهر خلافاتنا أمامهم وندعوهم بذلك بمن يزيد في ضربنا والاستهانة بنا. بل وصل بنا التعصب والتفرق والتشدد بأن صار بعضنا يستقبل العدو الصهيوني ويستقبل المستعمر على أخيه المسلم. دول مسلمة تستقبل الصهاينة على أخيه دول مسلمة أخرى، بل دول مسلمة تنصب الصهاينة على المسلمين في غزة وفي فلسطين. أحزاب في الدول الإسلامية وفي الدول العربية تستقوي بالمستعمر على أحزاب أخرى، تستقوي بالمستعمر لضرب الهوية الإسلامية ولنشر الانحراف ولنشر معناها العري ولنشر الفساد، ويصرمون ويصرمون. بل دخل هذا الوباء حتى الجماعات الإسلامية التي تزعم الانتساب للإسلام والانتساب للسنة والجماعة والانتساب للسلفية وكل هذا. القضية ليست القضية بالانتساب والاسم، القضية الفعل في الواقع. من خلال ذلك نحكم ونحكم. مش الإنسان يكفي أنه ينسب نفسه للجماعات الإسلامية ولا ينسب نفسه للسلفية، السلفية براء منه والجماعات الإسلامية براء من هذا الذي نراه اليوم. قلنا دخل هذا الوباء الفرقة والاختلاف والتشرد والاستقواء بالعدو على بعضنا البعض، دخل حتى الجماعات الإسلامية التي تزعم الانتساب للسنة والجماعة. وصدق الله تعالى حين قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أكبر من أكبر أسباب الفساد هو التشرد هذا والتصدع والتنازع. السبب الثاني الذي نذكره اليوم من أسباب الفساد اتخاذ المنافقين بطانة، أن يصير المنافقون هم القادة في كل شيء، أن يصير المنافقون هم القادة في الإعلام وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الدين، حتى أن يصير المنافقون هم في المقدمة. هذا
ذلك اسلمنا لأننا نحن نكرس الدماء في أصلها، لأننا نحن حين نقرأ كتاب الله ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعطل الآيات ونعطل الأحاديث ولا معناها الآيات واضحة ونحن نبدأ الدعم فيها، حتى سلط علينا ربي النفاق في كل مكان، حتى وصل النفاق حتى إلى دين الله عز وجل. أما بالك بالسياسة والاقتصاد والإعلام، دخل النفاق وخرب عنها النفاق قاعدته فيها كل مكان. أن يتولى المنافقون قيادتها في الأمة، أن يسد كل قبيلة منافقها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، هذا من علامة الساعة، أن يسد كل قبيلة منافقها، هذا أكبر أسباب الفتنة، يصير منافقين هم كلهم. تنقلب الموازين، عباد الله، ما خذلت الأمة في القديم والحديث، وما ضاع مجدها، وامتهنت كرامتها، فقدت كثيرا من أراضيها وثرواتها إلا على أيدي المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويبدون النصح وهم يخونون ويتشدقون بالشعار أكبر خائن. بالمنافقين امتطى الأعداء دول الإسلام دولة دولة، فحرروا دينها وأفسدوا مناهجها وحرشوا بينها. المنافقين علامات أنهم يسعوا للتحريش للمسلمين، يحبوك النزعة أي نزعة، وإذا غلطوا فيها بركة تبقى الأمة متشرطة ومتقاتلة بعضها. وسلموا في ثرواتهم، هم كالسرطان ينخر جسد الأمة من الداخل، وما من هزيمة بنيت بها الأمة قديما وحديثا إلا وللمنافقين الدور أكبر فيه، إلا والمنافقون في المقدمة يروجون للعدو ويدلون على العورات ويخطبون الناس ويخطبون الناس. لذلك عباد الله نجد أن أكثر الآيات القرآنية التي حذرت من المنافقين وبينت أوصافهم القبيحة جاءت في سياق الغزوات والحروب التي خاضها المسلمون، وكانت في الوضع في القرآن الكريم، وتشوفوا الآيات التي تتحدث عن المنافقين وعن صفاتهم تجد أن أغلب الآيات هذه جاءت في سياق الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحروب المسلمين. فهي وقت عملهم حين تكون مهاجمة ومحاصرة، وقتها ينشط المنافقون، حال وقتها يتصل ويرجو ويبث الإشعارات ويخذب الصفوف ويدخلون الأمم من الداخل. لذلك عباد الله حذر الله تعالى المؤمنين من المنافقين أكثر مما حذرهم من الكافرين. المنافقون أشد خطرا من الكفار. من أعظم ما جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى، وهذه تحتاج إلى درس آخر وإلى معناه تفسير مفصل طول، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، هم المؤمنين يؤمنون بالكتاب كله وهم لا يتخيلوا الكتاب، وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن أصيب المؤمنون وإن أصاب المؤمنين شهادة وقتل في سبيل الله مغلوب. ترى المنافقين يهرولون فرحا، يفرحون بمصاب المؤمنين، يفرحون بقتل حفظة كتاب الله، يفرحون بقتل المجاهدين في سبيل الله. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. عباد الله، إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يجد أن المنافقين من صهاينة العرب، هم أشد وطئا على أهلها في فلسطين من صهاينة اليهود. ولو تسأل إخواننا في غزة يقول الكرة أكبر عقولين صهاينة العرب، إن وطأة ظلمهم ووطأة عصارهم أشد من وطأة الصهاينة أنفسهم، وهذا بينه التاريخ الحديث. إن المنافقين من صهاينة العرب الذين يحيطون بفلسطين صاروا أكثر دفاعا عن إسرائيل من اليهود أنفسهم، صاروا أكثر حرصا على إحصار إخواننا في غزة من اليهود أنفسهم. إن تغلغل المنافقين في جسد الأمة اليوم وصل إلى حد أعلن فيه صراحة ولاءهم ودفاعهم عن دولة الاحتلال. اليوم أصبحوا لا
يستحيون من اعلان نصرتهم لسبيل دولة الصهاينة ومن اعلان حصارهم لأهلنا في غزة وصاروا يعلنونها صراحة. صار ولاؤهم معها صراحة ودفاعهم صراحة عن دولة الاحتلال وحربهم وحصارهم وعداؤهم للقوة الإسلامية في غزة وفي فلسطين وكل من سندها. وصلنا إلى درجة أن المقتل الصهيوني صار يتباهى بمواقف حلفائهم العرب المبتدئين كما يسمون. صرنا نسمع اليوم تصريحات الصهاينة يتحدثون عن حلفائهم المعتدلين في الأمة الإسلامية العربية. وصلنا إلى درجة وكل ذلك موثق أن أحد وزرائهم وزراء خارجية الاحتلال أمر بنشر مقالات صهاينة العرب الموافقة لهم في مذابحهم على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية خارجية الاحتلال معللا ذلك بقوله إن هؤلاء سفراء إسرائيل لدى العالم العربي وأفضل من يوصف وجهة النظر الإسرائيلية إلى الشارع العربي. وترجم كذلك مقال لأحد صهاينة العرب إلى العبرية فقرئ على أحد المسؤولين الصهاينة فابتهج لذلك واقترح ترشيح هذا الكاتب لأعلى وسام في إسرائيل ووصفه بأنه أكثر صهيونية من هرتز نفسه. فمتى يعلم المسلمون حقيقة هؤلاء الصهاينة العرب الذين فرضوا على الأمة بالقوة والقهر وكفانا تعصبا وكفانا إنكارا للحقائق الواضحة البالغة لها الحقائق التي أقر بها حتى غير المسلمين من الناس المعتدلين ومن الناس اللي ينصرون الحق. الآن صارت نصرة الحق تأتي من دول بعض الأحيان أمريكا الجنوبية وغيرها بينما الناس تقطع لحمته لهنا وهو ينصر الظلم ويقف مع الصهاينة ويطبل الصهاينة بعد حق نصرة الدين وحب أن رب سبحانه ينصره. فمتى يعلم المسلمون حقيقة هؤلاء الصهاينة الذين فرضوا على الأمة بالقوة والقهر؟ فها قد أمسكوا زمام الأمور في أغلب دول الإسلام وها قد أمسكوا منابر الأعلام ينفخون سموما ويبثون روح التبعية والانهزام ويزرعون الفساد والانحلال والرذيلة. متى نعي أن هؤلاء هم من أعظم أسباب خذلان المسلمين في هذا العصر؟ والعجيب اليوم أن أمرهم قد كشف ولا يخفى إلا على منافق مثله. بدل من يقوم لا تكشف مكشوف، ما عادش تكشف مكشوف. السبب الثالث من أسباب الخذلان حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، أتدرون ما سبب هزيمة المسلمين في أحد والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة موجودون وخماش أفضل منهم إلى أن يرث الله أثرهم عليه ومع ذلك هزموا بأمر من الله عن الله عز وجل. لماذا؟ السبب في هذه الهزيمة أن فريقا من المؤمنين قدم حب الدنيا على حب الآخرة، قدم حب الدنيا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن مجموعة فقط من المؤمنين آثرت الأمور على الآخرة، عصت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا للدنيا وطمعا معناها فكالغناء الذي يحزمه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم شرح وشرشت معناها باعيته والقريب عليه الصلاه والسلام بسبب ان مجموعه كما قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. الايه كامله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبب هذا فسدته منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله من فضل على المؤمنين. سبب الهزيمة أن فريقا من المسلمين قدم حب الدنيا على الآخرة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حب الدنيا كما قال الحسن البصري رحمه الله هو رأس كل خطيئة. إن الحرص على الدنيا دون التقيد بالشرع يقود إلى أكل الحرام وإلى الرضا بالملذات وإلى بيع الهمم وإلى التقسيم يعني في الثوابت يؤدي إلى هجر مواطن العزة والإباء فتضرب الذلة والهوام على الأمة بسبب ذلك. كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم كلا لا ينزعه
حتى ترجعوا إلى دينكم. ومهما بلغت كثرة المسلمين وعدتهم فلن تنفعهم شيئا إذا امتلئت قلوبهم بحب الدنيا، كما في حديث ثوبان المعروف الذي رواه كذلك أبو داود للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يغلبن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم عباد الله، إن حب الدنيا والحرص على الأموال والمناصب هو الذي أدنى إلى ما نراه اليوم من بيع للأوطار ومن خيانات ومن ضياع للمبادئ ومن ضياع للمراهب والثروات. وصدق على المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه. أما بعد عباد الله، السبب الرابع والأخير من أسباب الخذلان ضعف رابطة الإيمان، ضعف الرابطة الإيمانية بين المسلمين، الأخوة الإيمانية بين المسلمين أن تضعف وأن تتلاشى حتى تكاد تندثر على نطاق الوطن ونطاق الأمة ككل. لقد جاء الإسلام بتكريس الأخوة في الدين وتعزيز الولاء للمؤمنين، ولقد أسست الشريعة الإسلامية المجتمع المسلم على أساس متين، وجعلت منه بناء محكما مترابطا لا يمكن اختراقه ولا اقتحامه فضلا عن صدعه وهدمه، وهو ما بينه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. لذلك قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، لما حقق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في فجر الإسلام هذه الأخوة الإيمانية وأدوا لوازمها وحقوقها، عجز المشركون واليهود والمنافقون عن اختراق صفهم وعن صدع جزارهم رغم قلة المسلمين في ذلك العصر، رغم ضعفهم وقلة عددهم. لما تحققت فيهم الأخوة الإيمانية الحقيقية وحققوا شروط هذه الأخوة، مستحيل معناها ما قدروش عليهم رغم تكاتف معناها المشركين والصهاينة واليهود وقتها والمنافقين من الداخل، رغم تآزرهم ورغم معناها ما نجموش المسلمين واستطاعوا أن يخترقوا صفهم. لقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على الإيمان وتنافسوا في تحقيق كماله، ووضعوا كل ما يملكون في داخل هذا الإيمان، حتى وصل بهم الإيمان أن قاسم الأنصار كل ما يملكون مع إخوانهم التهاجرين، شيء ما وقعش عبر التاريخ. الأنصار تقاسم كل ما يملكون مع إخوانهم المهاجرين تما في الأخوة الإيمانية في تحقيق الأخوة. أما اليوم وللأسف الشديد فقد ضعفت رابطة الأخوة بين المسلمين وبين المؤمنين، حتى صار المسلم يبيع أخاه المسلم بعرض من الدنيا قريب، حتى صار المسلم يكيد لأخيه المسلم في سبيل مصالح أجنبية ضيقة. فأذلنا أهل الكتاب واخترقنا المنافقون وفرقونا. أيها المسلمون، لا شيء أشد وطأة على النفس وأشد ظلم على المظلوم حين يرى إخوانه في الدين يخذلونه بمظلمته ويتخلون عنه بمهنته، وهو أحوج ما يكون إلى عونهم ونصرتهم. أي هوان وصدع
ما وصلت أمة الإسلام من الهوان الذي وصلت إليه اليوم. نرى أخواننا في غزة يحاصروا حصارهم اليوم في عام العاشر أكثر، ونحن نغطش لا نحس بهم ولا ننصرهم حتى بالقوى ولا نشعر بهم. نرى المسلمين اليوم يذبحون في كل مكان ولا تحترق قلوبنا. ونرى في الأسبوع الماضي رئيسا من حفظة كتاب الله عز وجل أحب من أحب وكره من كره، وهذا ليس تعصبا ولا حزبية ولا غير، وإنما كلمة حق لا بد أن تقال مهما كان فيه من أخطاء. رئيس يحفظ كلام الله عز وجل، رئيس مقيم لأمور الدين يصلي بعلماء المسلمين، أو الرئيس مسلم يصلي بعلماء المسلمين، يحفظ كتاب الله عز وجل، يقتل بدم بارد، وهناك من يفرح بذلك، وهذه من أشد علامات النفاق والعياذ بالله تعالى. يكون نعم قد يكون فيه أخطاء، لكن لا تصل به درجة الأخطاء أنه يقتل لهذا. ما هو ذنبه؟ فليسأل كل واحد منا نفسه ابتعادا عن كل حزبية وعن كل طائفية، قد بدنا إلا الحزبية والطائفية. ما هو ذنبه؟ ذنبه الوحيد هو التخابر مع غزة، هذا هو ذنبه معلن، ذنبه التخابر مع غزة، وغيره يتخابر مع اليهود علنا، اللي هو ذكره تخابر مع غزة وقاش الطعام، قامت عليه الدنيا كلها، جاء العالم كله، واليوم نحن نعكس الصورة، قالت لا خاير، دي كيفاش؟ دي هما الآن الخونة هما اللي يخافوا فيهم، أي واحد يرى فيه روح وطنية وروح إسلامية إلا ويحكمونه على بكرة أبيه، إلا ويغضبونه على أهله. ذنبه الوحيد أنه قال لنا هجمت غزة في فترة حكمه الوشيزة، إلا أنه قال لن نترك غزة وحدها، وأمخ موثق، واسأل إخوانكم في غزة. حين كان هذا الرئيس الشرعي المنتخب ابدا ما تجرى وما حتى الحرب على غزه في تلك الفتره ما دامتش الا فتره قليله قصيره. اما اليوم الذين وضعونهم يبنون الجدر وهم يسارعون في حصار غزه حسب نصها الى انفسهم، والله الذي ينصر الظالم والله لا يبشرن معه. واسال الله تعالى ان يحشر كل انسان مع ما يحب الذي يحب الظلم هؤلاء والشباب هؤلاء، اسال الله من رسول الله ان يحشره معه، ان يحشره معه يوم مع القتل الذي قتل الالاف بشهاده المنظمات الدوليه. رب سبحانه اللهم من فرح بافعاله اللهم احشره معه يا رب العالمين، اللهم احشره مع السيسي. اذا الذنب الوحيد انه قال لن نترك غزه وحدها، انه قال لا بد لمصر ان تاكل من ارضها وان تصنع سلاحها ودمها. فتكالب عليه الخونة، الخيانة هي اللي ظهر الأمة الإسلامية العربية على طول الإسلام. على الأقل الإنسان على الأقل ينكر بقلبه، يدعو على الأقل بقلبه، يتبرأ من الظلمة كما رأينا في الأسبوع الماضي، من أكبر أسباب الفقدان التصفيق للظلمة، من أكبر أسباب الفقدان الرضا بما يفعله الظلمة والمجرمون. ومش ممكن إنسان مسلم يقرأ القرآن ويتعاطف مع الظالم مهما كان. وأقول لكم في الأخير إن هذا الشيء الذي فعله الجريمة تكرار، والله خير بإذن الله تعالى، والله لن تدوم له الأمة، وأثبت التاريخ ذلك. كلما قتلوا القرآن كلما قتلوا حفظة كتاب الله إلا وزال منهم في فترة وجيزة. وأنا كان عندي توقيع سترون عاقبة ما فعلوا بذلك الرجل، ونسأل الله تعالى أن يكتبه من الشهداء وأن يغفر له من معناها في تقصيره وفي خطأه. ظلم عظيم تكلم له حتى غير المسلمين وفرح له بعض المسلمين للأسف، واستخسر فيه حتى تلاوة فاتحة في بعض الأحيان، والعياذ بالله إلى أين وصلت القسوة والنفاق والبعد عن الحق. نسأل الله تعالى أن يغير حالنا، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين ومن وقف معهم ومن ايدهم، اللهم دمر شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم من حاصر المسلمين في غزه، اللهم حاصرهم من فوق الارض ومن تحت الارض ومن كل مكان، اللهم هذه الدول التي تتامر باخواننا في فلسطين، اللهم ارنا فيها عجائب قدرتك، اللهم عجل لهم بعذاب من عندك يا قوي يا متين، اللهم انا لنبرأ مما يفعله الناس.
ليس لنا سلاح إلا الدعاء، إلا الاستجارة بك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي السودان وفي ليبيا. اللهم كل من تسبب في هذه الدماء، اللهم الدول التي تسببت في هذه الدماء وفي هذه الحروب، اللهم اكفنا شرها يا قوي يا متين. احفظ بلدنا هذا من الفتن، نعمتك على ما في هذا البلد من امان ومن امن، ادم علينا نعمه الامن ونعمه الامان ونعمه من عقد الدماء. اللهم احفظ بلدنا من الفتن، احفظ بلدنا من الفتن، احفظ بلدنا المجاور الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انا نسالك في هذا اليوم المبارك ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ديتا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا طاغيا الا قصمته، يا قوي يا متين.